لان احنا شفنا الحالة الثانية بالواقع لسه عنا ثلاث حالات، هاي اول وحدة كانت، الثاني الليث، الثالثة في عنا شيء اسمه سويب لوفت بالاوتوكاد، في عنا شيء اسمه اكسترود باث يمكن او هيك شيء، ما بتذكر شو في اسامي لها، بس المهم بالماكس نحن بدنا ناخذ شيء اسمه سويب. طبعا السويب هي حالة تمرير مقطع على مسار، انا عندي شكلين، عندنا مثلا ارك تمام، وعندنا مقطع بليكون كورنيشة خشب حرف جبصين او اي شيء، فهي سويب لها تفصيل كثير رح نغمق فيها كثير، بس فكرة انه هي عم تطبق من قسمة، قسمة عبارة عن شكل، قسمة عبارة عن شو مثل ما حكينا مسار، فهذا اللي رح نشوفه هلا. بس قبل ما نتعرف على السويب او رح ناخذه على السريع نطبقه بعدين رح نحكي تفاصيل ثانية. انا عندي هون ارك، طبعا الارك بالماكس بينرسم، رح نرسمه على التوب، كبس مع سحب تمام، برسم الوتر اول شيء بعدين بحدد التحدى بالقوس. هلا هذا الارك نفسه ممكن اطبع عليه سويب، انا هون ماني اخذ شكل بصراحة، ماني محدد له شكل، بس هو اذا شفنا الخصائص تبعيته اعطينا خيارين، اول خيار شو هو؟ شو شايفين عنوانه؟ يوز بيلت ان سيكشن، يعني عم يفهمنا انه استعمل مقاطع شو جاهزة، وعندنا خيار ثاني يوز كاستم سيكشن اللي هو انا اذا عندي راسم مقطع ممكن استعمله. طب شو عندنا مقاطع جاهزة؟ خلونا نشوف، عندنا شيء اسمه انجل زاوية، عندنا شيء اسمه بار، في عندنا سلندر، هاف سلندر مثلا مثل ما شايفين هون، هاف راوند، في عندنا شيء اسمه مثلا يعني، فهي ممكن احنا نستفيد منه لشيء جاهز، ممكن احنا اذا نعمل جوائز معدنية مثل ما شايفين هون اخذها من هون. طب نحن فعلناه هون، بلاقي البارامترز عنا اياه هون على اليمين، شايفين هون السماكي، بعد عنا عرض، بعد عنا الثيكنس، بينين التعديلات عليكم، في عنا قيمة اسمها كورنر راديوس، هي اذا انتبهتوا هون الفيلت، هاي اذا رفعناها شوي شايفين وين عم يعمل فيلت، هاي الكورنر راديوس تعمل فيها شوية يعني مثل ما شايفين، اذا زدناها بيعمل مشاكل، فهي بس كنت تنتبهوا لها. طيب يوز كاستم سيكشن، انا ممكن هون اخذ مقطع نجمي مثلا، رح اخذ هون ستار تمام، موديفاي ممكن اعمل فيلت راديوس عقيدة اكثر، نزيد البوينتس مثلا، ممكن ارجع اخذ هون سويب اقول له بدال يوز بيلد ان سكشن شو رح ناخذ؟ يوز كاستم سكشن. طبعا بيك بالماكس كله ملاقيه يعني بدي انور على شيء جسم ثاني، بيك اخذنا هذا الجسم، فبلاحظ شو طبق لي هون، شايفين شلون؟ انا هون مررت مقطع على المسار اللي عنا، هاي مقاطع جاهزه نحن اخذناها من اشكال جاهزه، نحن بدنا نطور الموضوع اكثر بالواقع وناخذها من مجسمات يعني معقدة أكثر من هيك. هلا هذا هو أمر السويب، رح نوقف شوي ونكمل بفكرة ثانية، هي الرسم بالماكس، الرسم ال 2D بقصد الإديتابل سبلاين. يعني نحن شفنا اللاين تبعون، رسمنا منه جرة، رسمنا منه المجسمات هاي البسيطة، بس نحن بدنا نطور الموضوع أكثر. أول شيء رح آخذ هون اللاين. إذا انتقلنا على الموديفاي عرفنا قائمة الريندرينج وعرفنا الانتربولوشن وشفنا السلكشن، ما هيك؟ هي عنا المستويات الأساسية، في عنا بعدها شيء اسمه جيومتري، طبعا اللي هي الشيء اللي بدنا ناخذ منها هلا مجموعة أوامر ونطبع عليهم تمريننا. إذا مرينا شوي على الجيومتري خلونا نشوف هيك شوية أزرار، في عنا شيء اسمه مثلا بريك، نعرف أمر البريك بالأوتوكاد بيفصل لي نقطة إذا موجودة. في عنا أوامر تحت مثلا بنعرف نحن الفيلت والشامفر مثلا، بنعرف الأوتلاين اللي هو الأوفسيت اسمه أوتلاين كونكت، فأوامر المألوفة هي كلها أوامر شو رسم 2D ماشي، ما نفع عالي. هلا مجموعة الأوامر هاي مرتبطة بالمستوى اللي نحن عم نحدده، ففي عندي مجموعة أوامر للفيرتكس، أنا إذا كبست الفيرتكس لاحظ تحت مثلا تفعل معي أمر الشامفر والفيلت مثلا تمام، بينما امر مثلا الديفايد تحت، ديفايد نفس امر الديفايد بالاوتوكاد نعرفه تمام، ما
ما نفعل لانه مرتبط الديفايد بمين؟ بالسيجمنت. بدي اطلع جزء، فهي بدي اكون تخلوها بالكم انه هاي الامر مرتبطه بجسم اللي نحن عم نطبقه. هلا ممكن انا اخذ هاي النقطه مثلا واخذ امر الفيلت، بنعرفه هذا رح نتعرف عليه هلا. امر الفيلت هلا الاوامر عم تتكون عندي بشكل عام من زر ورقم، فانا يا باخذ الزر وبروح بطبق فري هاند هون، يا اما بدخل رقم انتر. تمام، يعني بكتب لهون رقم انتر يا اما فيلت. رح ناخذ فيلت كبس مع سحب، شايفين شلون عملنا للزاوية فيلت. اوكي، ممكن ناخذ امر تشامفر كبس مع سحب. تمام، كبس مع سحب، فهون عم نطبق نحن امر تشامفر. هذول امرين فيلت وتشامفر. هلا ممكن انا مثلا امر الاوتلاين ما نفعل. امر الاوتلاين مرتبط ب شيء اسمه بالسبلاين، بتحط كله. فانا اذا انتقلت على سبلاين هلا صار عندي فعال، راح اخذ اوتلاين كبس مع سحب. لاحظوا شلون عم يعمل لي اوفست للجسم. تمام، هلا الجسم هذا صار له سمكي مثلا. في عنا كمان هلا في عنا مجموعة اوامر كبيرة غيرهم. رح ناخذ مثلا بالفيرتكس، نرجع للفيرتكس. نحن بنعرف فيلت وتشامفر. في عنا امرين بعكس بعض كمان اللي هني بريك ويل، صحيح موجودين بعد عن بعض بس هني بعكس بعضهم. طبعا بنعرف نحن انا اذا اخذت نقطة هاي وعملت لها موف يبي انها هاي نقطة مرتبطة بالجسم. ممكن اعمل لها بريك، هاي النقطة شو صارت؟ فصلت معي، صارت نقطتين. هلا هون بس بدي اكون دقيق معي شوي، حمل كنترول زد. هذا الجسم بحالته طبيعية، انا عامل له سماكي. تمام، ممكن هلا شو نعمل له؟ اكسترود. اوكي، هلا هذا الشكل بنعرف نحن شكل مغلق بنسميه باوندري بالاوتوكاد. فممكن نحن نرجع على الفرونت على اللاين. اذا انا اخذت هاي النقطه قلت لها بريك، تمام، فهي النقطه هلا فصلت معي، صار الجسم هلا شو يعتبر؟ مغلق، ولا صار معي جسم مفتوح هلا؟ يعني اذا رجعت طبقت له الاكسترود شو صار معي؟ شفتوا المشكله؟ ما عادت مشكله كابات هون، فعل كابات انا. تمام، بس المشكلة هون انه الجسم صار فيه بالضبط، صار عندي نقاط مفتوحة، فبدنا نصلحها. طبعا بفتح نافذة التحديد على نقطتين، بتأكد هدول نقطتين يا ترى ولا نقطة، منين بنتأكد؟ هون عم يقول لي تو فيرتكس سيلكتد مكتوبين معنا هون، وبنرجع بنطبق الأمر الثاني اللي هو شو؟ ويلد. هلا ويلد لحمان، شلون بتأكد انه لحمان؟ كبس مع سحب، أعطاني شو هون؟ رقم النقطة، فيرتكس واحد سيلكتد. فهلا اذا رجعنا على الاكسترود بلاقي الامور صارت معي تمام، معناتها شفنا التشامفر والفيلت وشفنا البريك والولد اللي هن عكس بعضهم، وهدول كلهم من ضمن اوامر الفيرتكس. رح نشوف امر الثاني اللي هو الريفاين، كمان مرتبط بالفيرتكس، هو بضيف لنا نقطه. وين ما نعم نور على الجسم شو عم يعمل؟ شايفين؟ طيب بدي اضيف نقطه بالنص، بفعل سناب على الميد بوينت، ضيف لنا نقطه بنص الضلع هذا. تمام، بس نقرا وحده كبسي، بس كبسي وين ما كبست على الجسم عم ضيف لنا نقاط بالفارغ. هذا هو امر الريفاين. في عنا امر ثاني رح اخذ انا هلا سيجمنت. كمان رح ناخذ اختصارات. انا عندي مستوى فيرتكس وسيجمنت وسبلاين، هذول الثلاثه اللي كتبناهم هون اختصاراتهم اللي هن الارقام بالكيبورد، واحد واثنين وثلاثة على الكيبورد، واحد اثنين ثلاثة. إذا انتقلت على الماكس شوفوا هلا، رقم واحد فيرتكس، رقم اثنين سيجمنت، رقم ثلاثة سبلاين. هاي توفر علي وقت كتير. فأنا أخذت رقم اثنين مثلا، حددت هدول اثنين حذفتهم، صار معي هون جسم مفتوح. هلا لما بدخل أحيانا الأوتوكاد ملفات أوتوكاد من الماكس بتصير هيك مشاكل، عندي جسم مفتوح، عندي نقاط مانا ملحومة. تمام، مثل ما عملنا شوي بالولد، فبنعمل لها ولد. رح ناخذ هون نرجع على الكونكت. مثل ما حكينا الكونكت ما نفعل، شو السبب؟ انه هو مرتبط بالفيرتكس. فبرجع على رقم واحد صار عندي فعال، رح اخذ الكونكت كبس مع سحب. تمام، وصل لي الجسمين، هذا هو امر الكونكت. في عنا اوامر ثانية. اذا انا عندي خلينا نحذف هذا الشكل، صار كثير معقد على التوب.
هلا انا عندي هون مجموعه مجسمات، هذول كل واحد منهم جسم واحد، ما هيك؟ رح ناخذ فكره معلش اضافيه. انا هذا الجسم السيركل هو عباره عن شو؟ بارامتريك اوبجكت عم نرسم مع بناء على نص القطر. هلا الماكس معطينا امكانيه اني احوله ل اديتابل، نكبس عليه بزر اليمين وبنعطيه كونفرت تو اول حاله اللي هي اديتابل سبلاين. طبعا هلا اول ما دخلت وصارت قوائمي كانه شو بالضبط، كانه لاين معي انت. طيب صارت معي الاوامر كانه عباره عن لاين، ما عاد الجسم هون. فهون انا حولت جسم من حاله جسم عادي بارامتريك لحاله اديتابل اللي هي اللاين. السيركل كان بالوضع الطبيعي عم ينرسم معي بناء على نصف قطر، طبعا ما كنت اقدر اعدل على شكله، بينما هلا شو راح يتيح لي امكانيه الماكس؟ انا ادخل على الفيرتكس مثلا، عرفت شو الفكره؟ فطور الموضوع اكثر من قبل. يعني ممكن الاشكال الثانيه، ممكن اخذ هذا اعمل له سكيل مثلا، يعني في عندنا كثير اشكال ما كنا نوصلها من قبل، فهلا صرت ممكن اقدر اوصلها. هاي الحالة التحويل من جسم بارامتريك لجسم اديتابل. هاي اول جسم. هلا رح ناخذ امر ثاني كمان مهم كثير، كمان امرين بعكس بعض، هني اتاتش وديتاتش. امر الاتاتش هو للدمج، عملت له اتاتش، شو صاروا هذول اثنيناتهم؟ صاروا جسم واحد، بس كل واحد منهم عباره عن شو؟ عباره عن سبلاين. هو هلا هذا فرق بيناتهم، الجروب ما هن جسم واحد، صاروا بس كانهم حديدون سوا، بينما هدول صرت مثلا اقدر اطبع عليهم اوامر مع بعض، تمام؟ رح ناخذ هون التاتش، طفنا الثالث، فهدول الثلاثه صاروا جسم واحد، بينما كل واحد منهم عباره عن شو؟ هذا سبلاين. هذا سبلاين مثلا لحاله، هذا سبلاين لحاله، هذا سبلاين لحاله. تمام. هلا بقلب امر سبلاين في عنا اوامر حلوه اللي هي تريم والاكستند، موجودين معنا هون، فممكن اخذ التريم اللي اوصل لي هاي مثلا، اوصل لي هاي، تمام. ومعنا اكستند، هي اكستند عكسها بقول لهم ليها، بس مثل ما شايفين يعني ما مثل الاوتوكاد بحسبها دقيقه، اوامره بسيطه الماكس بهاي الاوامر، ما كثير مهتم فيها يعني. فممكن اخذ هون التريم مثلا، قصص هدول، فهون صار عندي شكل ما ممكن انا اعمل له اكسترود او شيء. هي عباره عن تطبيق مجموعه اوامر مع بعضها. بنرجع نحكي الخطوات الاساسيه، رح ناخذ هون ريكتانجل. الريكتانجل بحالته العاديه هاي عم نرسم بناء على قيم، نحن بدنا نحوله، فرح ناخذ زر اليمين، بنكبس زر اليمين وبنعطيه convert to editable spline، تمام. وبنرجع ممكن اخذ هلا هاي النقاط تصير عدل عليها اكثر واكثر. شايفين من ريكتانجل شو وصلنا؟ ممكن اخذ هاي الزاويه مثلا اعمل لها فيلت. فهيك التعامل مع الايديتابل سبلاين، وهيك ضفنا فكره تحويل من 2D ل 3D. بالواقع التمرين بدنا ناخذ، ورح يشمل هاي الاوامر اللي حكيتها، رح ناخذ تمرين عباره عن عباره عن جسر. تمام. هلا مشان موضوع التعامل مع يعني الاوتوكاد، نحن طبعا غالبا كله رح ناخذ، اذا عندنا رسومات معقدة وفي أبعاد كلها بناخذها الأوتوكاد، بس كثير بلزمني والله أنا أرسم مقطع مثلا يكون كورنيشي عندي لحرف خشب، لحرف طاولة، كورنيشي بواجهة مثلا، فهي بدي أتعود أرسمها على الماكس مباشرة. هذا هو التمرين بدنا نحكي عنه. تفضل. هلا هذا أصعب شيء بالماكس، إنك تعمل لاين طول مية. عن جد ما في عنا امر بالماكس هيك، فلذلك مثل ما حكيت انا اول شيء انه الماكس يعني الاوامر كلها مبنيه انها تكون فري هاند، بس بدي اعمل لاين طوله 100، ممكن انا اعمل ريكتانجل مثلا من هون كيبورد انتري اقول له 100 ب100 واخذ منه اللاين، تمام. هي حالي ممكن نعمل بوكس 100 ب100 واخذ سناب عليه.
بس مشان هيك حكينا تعامل مع الماكس كثير يعني مزعج بالشغلة. حتى المراجع يعني لما بتشوفي مثلا كورسات اجنبيه بيعتمدوا على الشبكه بالرسم، يعني هو فري هاند بس على الشبكه، انه انا عندي هون الجريد 10 مثلا، فبصير بحسب هون 10 بيرسم لاين 10 هيك بحسبوه هنيك. بس نحن يعني هيك لما بدنا نيجي نرسم بناء على قيم فورا بدنا ننتقل على الاوتوكاد، هيك رسمه كبيره. فعم نحكي كنا على التمرين هذا، هو بصراحه تمرين مهم بالنسبه للاوامر اللي فيه. طيب بدكم بس تصفنا فيه شوي كيف ممكن نوصل له. تمام. هلا هو بشكل عام مقطع وشو عم يقوله وسويب على المسار. الفكره برسم المقطع هون نحن بدنا ناخذ مجموعه اوامر مشان انا ارسمه. إيه كيف ممكن نرسمه بالضبط؟ اول شيء هو متنازل، فرح نرسم نص ونجمع على النص الثاني. طبعا كل جمع هون صار بدي اعمل ويلد للنقاط، مثلا بنعمل كونكت اذا صار في معنا فضاء. شوفوا هاي الشقفه بالضبط، فرح ننسخها نحن بالسناب، ننسخها نحطها بالنص. في عنا هون مثلا طرف رصيف، في عنا كتير شغلات ممكن نستفيد منها. رح ارسمها على اللوح هون. نحن اللي بدنا نرسمه هلا هو اول شيء هذا طرف الشارع طبعا اللي هو النص مثل ما حكينا، بالنهايه نحن بدنا نناظره. وبعدين عندي هون اطراف ترصيف ما هيك، وبعد عنا شو هون الدراب زون اللي عنا اياه ما هيك. رح يطلع معنا هيك، وبعدين هون نمشي بخط مستقيم، بعدها هون رح يجينا اول جائز. طبعا لاحظوا هون الجائز الزوايا هاي نفس هاي، فهون كمان لحتى انا احدد زاويه شو بدنا نعمل رح ارسم بس وحدي، وبعدين شو بنعمل لها نسخ. بالضبط نسخ ومرور. عنا بالنص تماما الجائز الثاني، فكمان رح اخذ هذا الجائز بعد ما نرسمه شو بنعمل له ننسخه هون، وبعدين رح اخذ هذا الشكل كله تمام نعمل له نسخ للجهه الثانيه. بالنسبه للميرور بنستعمله كثير، عنا هون ملاحظه ناخذ ارك او معلش رح اخذ ريكتانجل رح احوله ل ديتابل سبلاين. هي ديتابل سبلاين معناتها رح ناخذ هون هدول بس غير فيه شوي. هلا الفكره هون اذا بدي اعمل ميرور اعمل اوتلاين بس بدي اجمع هون كذا جسم، فانا هون اذا بدي اعمل ميرور مثل ما نعرف امر الميرور ما رح علينا ما هيك، امر الميرور من هون من فوق بنعرفه. بس الفكره هون انه هذا الميرور حصرا لشو بده يكون غير عن المحور، شو بده يكون انا ما بقدر اطبقه لجزء من الجسم ما هيك، يعني ما بقدر طبقه بس لواحد منهم مثلا. فانا هون لما بدي اخذ ضف لي الماكس امر ثاني ميرور، انا اذا محدد بس النصاني اللي هو هون، انا هلا محدد سبلاين حددت النصاني قلت له ميرور طبق لي اياه بس على مين ماشي بس على جزء من الجسم. فهاي نقطة كتير مهمة كمان، انا بدي الجأ لهذا الميرور اللي هون التعامل مع التمرين. اخر شيء بعد ما بنخلص ممكن انا اذا بدي اعمل دراب زون شو ممكن اضيف سيركل هون ما هيك، فهي السيركل بالنهايه رح تعطينا دراب زون ممكن يكونوا تنتين، ممكن نعمل فيلت لرصيف مثلا. فعندنا كثير تفاصيل ممكن نشتغل فيها. هي فكره التمرين، هي الشرح العام عن التمرين. في اي سؤال عليه؟ المفروض نظريا يكون مفهوم، هلا التطبيق رح نجي عليه.
يعني بس معلش في ملاحظه، احنا هلا كل ما قاعدين بالفيرتكس او سيجمنت او شيء احنا بنقلب الشكل. يعني هلا انا فرضا لو عندي كان سيركل ورحت نقلت عليها ما رح ياخذها الماكس، فدائما في عندنا فصل بنعرف احنا نوصل بزر اليمين. بس هلا اللي رح ناخذه انه دائما لما انا واقف بالمستوى بدي افصل مكبس على الكريت، مكبس على الكريت هلا فصلنا، عرفت شو الفكره؟ بينما طول ما انا شغال بالفيرتكس بدنا شيء او خمسه قام فعل بالفيرتكس بدنا يعني نكبس على الكريت حتى يفصل. رح ناخذ اقل كمان، بس بعد اللقطه مش رح تكون نسبته معقوله. رجع اللقطه لورا شوي بالزوم كمان شوي تمام. كم اسمع سحب؟